في إطار استراتيجية الشراكة المجتمعية وتعزيزا للتواصل مع الهيئات الوطنية الرسمية والشعبية، التقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم بنخبة من أبناء الوطن ضمت أصحاب الفضيلة علماء الدين ووسائل الإعلام ورؤساء تحرير الصحف والصحفيين وجمعا من رجال الأعمال وأصحاب المجالس والوجهاء ورؤساء الأندية الرياضية والمراكز والجمعيات الشبابية. وفي بداية اللقاء رحب معالي وزير الداخلية بالحضور الكريم شاكرا إياهم على تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء. بداية اسمحوا لي أن أشكركم على تلبية الدعوة، وإننا اليوم نجتمع في ظل التوجيهات الملكية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للاهتمام بسلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على راحتهم وطمأنينتهم، وكذلك ما توليه الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه في تحقيق التوجيهات الملكية السامية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، وأيضاً ما يقوم به صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه من متابعة مخلصة ومستمرة لمختلف القضايا الوطنية والتي تتصدرها في هذه المرحلة طبعاً الإجراءات الوطنية لمكافحة انتشار فيروس الكورونا. وقد تمت دعوتكم يا حضرات الأفاضل لكونكم من أعيان البلاد ووجهائها وطاقتها الوطنية الفاعلة، فإن كلماتكم ومتابعتكم وجهودكم تغطي ولا شك مساحة اجتماعية وإعلامية كبيرة في هذا الوطن، ونحن اليوم في ظروف تستدعي تعزيز الشراكة المجتمعية وتعزيز الروح الوطنية، والظرف والوقت لا يسمح بتبادل اللوم، لأن المسألة أكثر جدية وأكبر من أي تحديات أخرى. اليوم في ظل هذا الحضور الوطني أريد أن أسجل كلمة شكر، فقد كانت بيننا العديد من اللقاءات واللي كنت أسميها أنا ذاك لقاءات أمنية في السنوات الماضية ولا شك، وقد لمست فيكم الموقف الوطني المشرف، فقد كنتم نعم الأشقاء والسند، وقد انعكس ذلك على عملنا في الميدان، لقد كنا نعمل بتصميم القائد والوطن، وأرجو قبول خالص شكري وتقديري. شكرا. اليوم كما تعلمون فإن الحكومة تعمل بكل طاقتها لمواجهة انتشار فيروس الكورونا، وإن دوركم الوطني اليوم هو متابعة تنفيذ الإرشادات الصحية في المجتمع، كل حسب قدرته وكل حسب اختصاصه ومسؤولياته، وإن احنا ما في شك نعول على الروح الوطنية التي يتميز بها كافة أبناء البحرين بمختلف أطيافهم، والتي تهدف إلى سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين. بودي أن أعطي ملاحظة حول انتشار العدوى، فلا يغيب عن بالنا بأن عدم الاكتراث والجهل لا شك أنه يساعد على انتشار الفيروسات، ولكن المجتمعات المثقفة والمنضبطة مثل مجتمع البحرين تقل فيها المفروض خطورة انتشار هذه الفيروسات.
هو صغر المساحة الإجمالية لمملكة البحرين. ولذلك فإن الحلول اللي يتم وضعها هي حلول شاملة. وأيضا إجراءات التعامل تكون أكثر صرامة. أما بالنسبة للإجراءات الطبية اللي تم اتخاذها أنا ما راح أدخل فيها الأمر، فهناك كما تعلمون لجنة مسؤولة وهناك جهد طبي مشكور يقومون به أبنائكم وبناتكم وإخوانكم للقيام بالإجراءات الطبية اللازمة. وأنا أعلم أن هذول الجماعة يعملون على مدار الساعة، ولهم جزيل الشكر ولهم جزيل الامتنان. أيضا بودي أن أشير إلى جهود بعض المواطنين والأخوة الأفاضل اللي حاولوا أن يقومون بتوعية الناس، مشكورين. إلا أن الوعي العام لا يزال بحاجة والإرشاد، والناس ولا شك ما يريدون أن يغيروا أسلوب ونمط حياة، لكن الوضع يفرض علينا تغيير بعض السلوكيات، سواء كانت سلوكيات مجتمعية أو اجتماعات لأي ظروف أو مناسبات أخرى. فالواقع يفرض علينا تقديم المصلحة العامة والصحة العامة على أي اعتبار آخر. ما في شك إن فضاء الحياة هو أرحب من خطورة الوباء، ولكن دورنا هو أن احنا نغلل من هذه الخطورة على المجتمع. والأمر أرى أنه يتطلب تعاون الجميع وبدون استثناء حتى نستطيع أن نحافظ على سلامة بعضنا البعض. هذه يعني خلاصة ما أريد أن أقول لكم اليوم في هذا الحضور، لأني متأكد من دوركم في المجتمع وما يمكن أن تقومون به للمساعدة في مواجهة ما يهدد سلامة المواطنين وصحتهم. بعد ذلك دار معالي الوزير حوارا مع عدد من الحضور والذين طرحوا بدورهم عدة تساؤلات تتعلق بسبل وآليات التعامل مع أزمة فيروس كورونا والإجراءات المتطورة التي تتعامل بها الدولة مع الموقف، وكذلك الإجراءات المطلوبة في المناسبات الاجتماعية والدينية التي تسهم في الحد من انتشار الفيروس، حيث أعرب معالي الوزير عن شكره للقائمين على المساجد والمآتم لحرصهم على سلامة الجميع وتوعيتهم بالإجراءات اللازمة التي تم وضعها من أجل سلامة المجتمع، منوها إلى أهمية توخي الحذر في التجمعات الدينية وغيرها وتكثيف التعاون مع الجهات الصحية بشأن السبل الأنسب لإحياء المناسبات الدينية ذات التجمعات العامة. وأعرب معالي الوزير عن أمله في أن تصل الروح الوطنية التي لمسها من خلال لقائه إلى الآخرين، لافتا إلى أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي. وأشار معالي الوزير في ختام اللقاء إلى تحسن الوضع الأمني في البحرين وتراجع مستوى الجريمة إلى ما كان عليه عامي 2008 و2009، مشيدا بما حققته البحرين في الفترة الأخيرة وفي مقدمة تماسك الجبهة الداخلية والإنجازات الرياضية التي تجلت فيها الروح الوطنية. من جهتهم عبر الحضور عن الشكر والتقدير لمعالي الوزير على حرصه على التواصل مع أبناء المجتمع والعمل على تعزيز الشراكة المجتمعية والتكاتف المجتمعي للتصدي لكل ما من شأنه تهديد السلامة العامة،
مشيدين بجهود رجال الأمن وتضحياتهم من أجل الحفاظ على سلامة الجميع وصون المكتسبات الوطنية.